عادة وتقاليد تحييها العائلة القسنطينية على غرار باقي العائلة الجزائرية احتفاء بذكرى مولد خير الأنام المصادف للثاني عشر ربيع الأول من كل عام، والعينة من منزل الفنان بوبكر طلحي الذي استقبلنا لكي نقاسمه أجواء هذه المناسبة الشريفة. جيت تتلم كيقولها العائلة وكلها، خاصة عندما كما كنا قلت لك الدار الكبيره كما قلنا في وسط دار عرب ولا كذا، فالعائله مش العائله الصغيره، هناك الاعمام، هناك الاخوال، هناك الجد، هناك الجده، فالجميع يعني يجي وكيتسلمها. كنجيبوا الاطفال الصغار تاعنا، نجيبوا الاولاد نحنيو لهم، نحطوا لهم هكذا الطمينه ونديروا النجوم، نديروا كما قلنا نشعلوا الشميعات هكذا. إقامة شعائر دينية ونفحات روحانية تتجلى في قراءة أجزاء من الذكر الحكيم وتدارس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى جانب إحياء عادات وتقاليد توارثتها العائلة جيلا عن جيل حفاظا عليها من الاندثار والتلاشي. يتلموا يقرأوا، ربما كان حتى يبدأوا في تحضير يحضروا بشهر من قبل حتى يكتمل يكملوا القرآن، يختموا القرآن. كذلك أناشيد ومدائح في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، والأناشيد معروفة، زاد النبي وفرحنا به، يا مكة يا بيت ربي محلاكي. ثم لدينا كذلك فيما يخص في البيوت لدينا بعض المأكولات، وهذه المأكولات خاصة وعزيزة بزاف على ناس قسنطينة بطبيعة الحال، مثل تريدة تاع الطاجين ولا تشتوخة ولا شوات، هادو مأكولات عزاز بزاف في قسنطينة، وينداروا غير في المواسم، ينداروا غير في المواسم الدينية والمواسم الكبرى التي نعتز بها. عادات تجدرت لدى أهل مدينة الصخر العتيق في كل المناسبات الدينية، وجب الحفاظ عليها وتوريثها للأجيال.